طيب اهلا بحضراتكم من جديد، بينورنا وشرفنا في الاستوديو الاستاذ رامي رجب الناقد الرياضي بالدستور. يا استاذ رامي اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ علي، ازي حضرتك؟ كله خير والله، كله تمام، ربنا يخليك. يعني عايزين نتكلم في الازمه، لكن طلع دلوقتي بيان رسمي من الاتحاد المصري لكره القدم، البيان طويل جدا جدا، بيتكلموا في امور كتيره ومواقف حدثت يعني، لكن في كل الاحوال انا عايز الخلاصه، كلنا عايزين النهايه في البيان ده ايه؟ بناء انا هقرا لحضراتكم الجزء الاخير في البيان، النقطه السادسه بالتحديد، بناء على ما ورد اليوم الاتحاد المصري لكره القدم من خطاب وزاره الشباب والرياضه وفي اطار التعليمات الامنيه وفي ضوء استضافه مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وتضافر الجهود لإنجاحها، تقرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، على أن تستأنف المسابقة بعد انتهاء البطولة بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة، فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بتعليمات أمنية من الأسبوع الرابع في ختام الدور الأول. إيه رأيك؟ والله أنت عارف أستاذ أمير، الفترة اللي فاتت دي يمكن كانت أزمة كبيرة جدا للكرة المصرية، يمكن يكون ما يكون طرف الأزمة ديت مع اتحاد الكرة أهلي أو زمالك، الأمور بتاخد شكل تاني، والنادي الأهلي حس وشعر الفترة الأخيرة ومجلس إدارة النادي الأهلي إن كان في تأجيل مباراة القمة لم يكن نابعا من يعني أو صادرا لإجراءات أمنية، لا، ولكن حس واستشعر إن في أندية تانية وفي ناس تانيين هم كانوا السبب في تأجيل مباراة القمة، فبالتالي النادي الأهلي بدأ يبحث عن حقوقه وبدا ان خلاص احنا ما عندناش مشكله، واصدر بيان بعدها وقال ان انا ما عنديش مشكله ان اجل مباراه القمه، ولكن في اقرب فرصه ان النادي الاهلي يلعب مش هيخوض اي مباراه الا لما يلعب مباراه القمه، وده من حقه طبعا قدام جماهيره. النادي الاهلي بيمر بحاله فنيه عاليه جدا، وطبيعي ان انت بتمر بحاله فنيه فانت عاوز تلعب اي ماتشات وخاصه الماتشات الثقيله وانت حالتك الفنيه عاليه. الموضوع متعلق بالترتيب اكتر منه حاله فنيه. يعني ده برده يعني الترتيب، وانت برده انت فنيا عالي فما فيش مشكله. فاعتقد ان كل الفتره اللي فاتت دي الازمه يمكن صارت ازمه كبيره، يمكن كان في جلسه امس مع الدكتور اشرف صبحي، يمكن جلسه مطوله جدا، يمكن تناول فيها الطرفين الكابتن محمود الخطيب ومجلسه. طيب انا ممكن قبل ما اتكلم في كواليس الجلسه دي والاجتماع ده، انا عايز افهم البيان، يعني احنا نفهمه مع بعض كده، نوضحه للناس، يعني الجزئيه الاخيره اللي فيها المختصر كله، يعني هو بيقول لك دلوقتي ايه، احنا خلاص تقرر تاجيل الاسبوع الخامس والسادس، ما تبقى من الاسبوع الخامس تمام والسادس، ده كان متوقع من امبارح انه يتم تاجيل اللي بعد بطوله الامم، يستأنف البطوله او تستأنف البطوله بعد انتهاء بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه تمام، ولما تستأنف المسابقه بعد انتهاء البطوله هو بيتكلم ان في ترتيب بنفس الترتيب الوارد يعني بجدول المسابقه. المفروض على الكلام ده ان انت مباراه الاهلي تتلعب ومباراه القمه تتلعب الاول. طيب جه بعد كده قال لك ايه، فيما تقام مباراه الاهلي والزمالك المؤجله بتعليمات امنيه من الاسبوع الرابع في ختام الدور الاول، افهم انهي فيهم يعني هم كده مع انهي قرار؟ لا يعني النقطه دي لو انت فهمتها يا استاذ امير ان هو بيقول لك احنا هنلعب بنفس الترتيب، بس مباراه القمه دي ممكن تتلعب في نهايه الدور الاول، ودي لو انت لعبت والاهلي لعب او انت طلبت منه يلعب ماتشات قبل مباراه القمه يبقى الازمه ما زالت موجوده. احنا اجلنا مباراه الجونه عشان نحل الازمه، يبقى انت كده الازمه لسه موجوده، الاهلي برضه هيرفض. الازمه مستمره. الازمه مستمره، يعني هو بيتكلم ان هو البيان لو احنا فهمنا من البيان ده ان كل الماتشات هتتلعب بالترتيب الموجود الا مباراه القمه ربما تتلعب مع نهايه الدور الاول بتعليمات امنيه، فدي دي معناها ان المشكله ما زالت قائمه، لو انت هتلعب المباراه مع نهايه الدور الاول يعني النادي الاهلي المفروض هيلعب كل الماتشات بتاعته ويلعب المباراه الاخيره مع نادي الزمالك. فدي هتصير ازمه كبيره جدا لو مباراه الاهلي والزمالك ما اتلعبتش في اول مباراه استئناف للاهلي، يعني الاهلي هيعود المفروض بعد بطوله الامم الافريقيه المفروض اول مباراه وفقا لتعليماته وفقا لرغبته ان يلعب اول مباراه جايه له هتبقى مباراه الزمالك، وبالتالي اعتقد ان يعني الدكتور اشرف صبحي وعد ان هو هيحل المشكله ويحل الازمه امبارح، وانت عارف الجلسه كانت مطوله وتناولوا الحديث وتناولوا اسباب الازمه والاهلي كان بيطالب ايه، وده من حقه طبعا النادي الاهلي يعني اما بيستشعر ان في ظلم عليه فبالطبيعي ان هو بيجري على حقه، وطبيعي طبعاً. ان النادي الاهلي يمكن كلام كتير جدا حصل قبل اصدار القرار امبارح او ان الاهلي مصمم او مصر ان خلاص ان الاهلي تراجع عن قراره وهيلعب مباراه الجونه، وبدات الاحاديث بتقال على موقع التواصل الاجتماعي ان النادي الاهلي سيخوض مباراه الجونه، ولكن بعد كده النادي الاهلي يمكن اصر على موقفه، وطبعا يعني تحيه لمجلس اداره النادي الاهلي اللي بيسعى دايما ان هو يحافظ على حقوقه طبعا وبغض النظر عن اي حاجه اكيد بيحترم قرارات الامن، ولكن البيان اللي صادر كده يعني ما زالت الازمه موجوده. هل اتحاد الكوره كده انت حليت المشكله؟ طب ناخدها واحده واحده. اتفضل. ناخدها ايه؟
ايه؟ واحده واحده. اتفضل يا اسامه. رقم واحد خلاص رسميا كده يا جماعه تم تاجيل مباراه الاهلي والجونه، موضوع خلاص بقى رسمي خلاص بسبب يعني طلبات امنيه، والامن هو اللي طالب كده او اتحاد الكوره او الوزاره هي اللي ابلغت اتحاد الكوره بالموضوع ده. دي جزئيه، الجزئيه الاهم ان خلاص مفيش ماتش بكره. خلاص اه تمام. رقم احنا عارفين امبارح بس كنا منتظرين القرار الرسمي. رقم اثنين، هل كده الازمه اتحلت ولا كده لسه الازمه مستمره؟ مع كامل الاحترام والتقدير للجميع يعني الجهات الامنيه محترمه، الاهلي بيحترم كده، اتحاد الكوره حل الازمه بشكل مؤقت. مؤقت مؤقت مسكن يعني، مسكن كده لحد ما الدنيا تتغير ويبقى في قعده تاني ويبقى في اجراءات تانيه. يعني انت دلوقتي المشكله كانت النادي الاهلي ان هو بيطالب بحقه ان هو يلعب ويخوض مباراه الاهلي، وبعد كده المباريات اللي موجوده عنده ما فيش مشكله فيها. فانت دلوقتي انت بتقول احنا خلاص هنلعب بنفس الترتيب مباريات الدوري وفقا للبيان اللي صادر دلوقتي ان هتبقى في مشكله، والمشكله ان انت هتبقى اللي انت هتلعب مباراه الاهلي مع نهايه الدور الاول، فدي هتبقى ازمه كبيره جدا مباراه الاهلي والزمالك. فكده اتحاد الكوره برضو يعني ايه يعني يعني بيحاول يخرج بشكل كويس قدام الراي العام ان هو انا مباراه الجونه هتتاجل ومفيش مشكله، بس انا برضو مباراه الاهلي والزمالك هتتلعب مع نهايه الدور الاول. فدي هتصير ازمه كبيره جدا، واعتقد الازمه هتفضل مستمره لحد اما تشوف يعني بعد نهايه بطوله الامم الافريقيه. اعتقد ان احنا قدامنا وقت طويل جدا قبل نهايه الامم، لسه قدامنا وقت طويل ان ممكن يتغير شيء خلال الفتره اللي جايه. ماشي اوكي، يعني هو مفيش حاجه هتتغير خصوصا بعد هذا البيان. يعني هو قال لك ان انت هتستأنف، انا بحاول افهم البيان بشكل اكبر بصراحه. هو بيقول لك انت هتستأنف المباريات الدوري بعد انتهاء بطوله الامم الافريقيه ما عدا مباراه الاهلي، مباراه الاهلي والزمالك. فهي دي بالكم يا جماعه ما هو بص في الاخر يعني بيقول لك فيما تقام مباراه الاهلي والزمالك مؤجله بتعليمات امنيه من الاسبوع الرابع في ختام الدور الاول. يعني انا يعني انت كده يعني الجزئيه دي محتاجه تفسير، محتاجه تفسير من حد من اتحاد الكوره. بس اللي احنا فاهمينه كده ان كده مباراه الاهلي والزمالك هتتلعب مع نهايه الدور الاول، ودي الازمه هتفضل موجوده زي ما هي. اعتقد كده انت ما حلتش المشكله. طب احنا نقول ان كده في حل مؤقت للازمه، حل مؤقت يعني دلوقتي انت بتحاول تحل الحل مؤقت عشان انت يعني خلاص عندك بطوله امم افريقيه، في ازمات دلوقتي هم اللجنه المؤقته بتحاول يعني بتدي مسكن دلوقتي ان خلاص الازمه اتحلت بشكل مؤقت، ولكن الازمه موجوده. يعني انت لو ما الاهلي ما لعبش مباراه اول مباراه في الدوري استئناف للدوري مباراه الزمالك هتفضل الازمه موجوده. يعني انت يعني انت قلت خلاص ما فيش مشكله، خلاص اجلنا الاسبوع كله، الاسبوع وما تبقى من الاسبوع الخامس والاسبوع السادس كله ما فيش مشكله زي الفل، ولكن انت في المشكله اللي بتقول هتلعب بنفس الترتيب، فالمفروض ان هي نفس الترتيب تقف عند الحته دي، يبقى خلاص النادي الاهلي خلاص هيلعب مباراه المباراه اللي جايه هيلعب مع الزمالك. بس بالشكل ده الازمه ما زالت موجوده يا استاذ امير. طيب واعتقد ان دي يعني خليني اقول لك بقى قرار الوزاره قال لك ايه. قال لك تاجيل مباراه او مباراتي الاهلي مع الجونه والزمالك لما بعد بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه، على ان تستأنف مباريات الاهلي بمباراه الزمالك. ده الوزاره اللي قالت، ده الوزاره اللي بتقول كده، هم لسه بيقولوا لي اهو. ما انا يعني انا بقول لك البيان اللي موجود قدامنا في نهايته ده اللي عامل ازمه دلوقتي يا استاذ امير. بس انت طالما اجلت، طالما اجلت وطالما خلاص ما فيش مشكله، خلاص العب بقى، ابدا بقى بمباراه الاهلي والزمالك. انت خلاص انت الازمه اللي كانت موجوده عندك ان مباراه الجونه تتاجل، المباراه اتاجلت خلاص، اتاجل واجلت الاسبوع كله وخلاص قلت هنبدا هنستأنف في مباراه الدوري بعد بطوله الامم تحت 23 سنه. فخلاص هي الازمه اللي كانت موجوده، هي ازمه الاهلي كانت في ايه؟ انه عاوز يلعب مباراه الزمالك الاول بنفس الترتيب بتاعه. واجلت ليه؟ وهو قال لك انا بحترم قرار الامن، النادي الاهلي قال لك انا بحترم قرار الامن في التاجيل، ولكن اما انت هتلاعبني لاعبني اول ماتش الزمالك. فدي كانت الازمه، والقعده دي كانت ليه؟ والاهلي ما رضيش يلعب الجونه ليه؟ عشان يلعب ماتش الزمالك. فانت لو ما حلتهاش اللي انت هتلعب ماتش الزمالك، اعتقد ان بعد الامم الافريقيه الدنيا هتتغير اصلا. يعني خلاص ما فيش مشكله، انت تقدر من قبلها تحصل على الموافقات الامنيه، هتلعب في برج العرب، هتلعب في القاهره، هتقدر في وقت كافي. طيب ان انت تلعب المباراه. طيب خليني اكد لحضرتك يا استاذ رامي ان اول ماتش للنادي الاهلي هو هيكون ماتش الزمالك. طب تمام، بس اللي هنا اول ماتش للنادي الاهلي هو البيان اخر جزء فيه يعني ما هو ده محتاج تفسير، لكن التاكيدات دلوقتي بتتقال اهي طبقا لتعليمات من الوزاره وقرار من وزاره الشباب والرياضه ان المباريات هتم استئنافها بعد انتهاء بطوله الامم الافريقيه، بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي وفيما يتعلق بالدوري كله. لكن النادي الاهلي اول مباراه ليه ايه؟ هتكون ماتش الزمالك. بس اللي مكتوب غير كده، اللي مكتوب في المكتوب في بيان اتحاد الكوره غير كده، لكن قرار الوزاره يعني اتمنى طبعا ان تبقى البدايه. هو ملاش حل، ملاش حل للازمه دي دلوقتي الحقيقه، والبيان الطويل ده ملوش حل ان انت تلعب ماتش الاول عوده الدوري هتبقى سواء للاهلي او الزمالك.
يلعبوا المباراه بتاعته. غير كده الازمه هتظل موجوده. واعتقد ان يعني الجلسه اللي عقدها الدكتور اشرف صبحي امبارح مع مجلس اداره النادي الاهلي امبارح، فهو كان كل الكلام وكل كانوا مركزين تركيز تام على ان مباراه الاهلي والزمالك هي تبقى اول مباراه. فاعتقد طيب. انت لو ما لعبتش اول مباراه مباراه الاهلي والزمالك يبقى الازمه زالت موجوده، يبقى خلاص يعني ما فيش جديد في الموضوع. ولكن اعتقد ان في مشكله في البيان في اخر طيب. يعني الصيغه الاخيره اللي في البيان دي اللي عامله ازمه. خلينا بقى ايه نقول القرار او الخطاب اللي وصل من وزاره الشباب والرياضه للاتحاد المصري لكره القدم، هقراه على حضراتكم واسمعوا معايا يا استاذ رامي عشان نعلق عليه. اتفضل. السيد الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم، تحيه طيبه وبعد يطيب لي ان اعرب سيادتكم عن بالغ التقدير وخالص التمنيات بدوام التوفيق، وفي ضوء استضافه مصر لمنافسات بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه المؤهله للدوره الاولمبيه طوكيو 2020 خلال فتره من 8 حتى 22 نوفمبر 2019، وبما تطلبه من ضروره الاعداد الجيد للمنتخب المصري لكرة القدم تحت 20 سنة في طوكيو، بالإضافة إلى استعدادات المنتخب المصري الأول لكرة القدم تصفيات المؤهلة لأفريقيا، وحيث تنتظر القارة الأفريقية أن تظهر فعاليات البطولة بما يليق بسمعة مصر العالمية ورياداتها القارية، وبما لا يقل تميزا عن الشكل الذي ظهرت به بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019 نتيجة تضافر وتناغم كافة جهود الجهات والمؤسسات المعنية، وباستعراض كافة الاستعدادات المالية الفنية والإدارية واللوجستية والأمنية الخاصة باستضافة البطولة، وباستعدادات المنتخب المصري للأمر الذي يتطلب ضرورة توحيد كافة جهود المؤسسات وفي مقدمتها الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية الرياضية المصرية وجميع الجهات المعنية خلال الفترة الحالية وحتى انتهاء منافسات البطولة الأفريقية. لذا فقد تشاركوننا الرأي في ضرورة الأهمية القصوى للبطولة الأفريقية بما يتطلب التفرغ والتركيز الكامل من الجميع أو جميع الأجهزة والجهات المعنية عامة، اتحاد الكرة والأندية خاصة خلال الفترة القادمة لتجهيز أعمال البطولة. ماشي، كل الكلام ده كويس لحد دلوقتي، وأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الأمنية الخاصة بالمنافسات المحلية خلال الفترة الحالية والتي تخللتها تأجيل مباراتي الأهلي مع كل من الزمالك والجونة وكافة القرارات الأمنية الصادرة في هذا الشأن، وذلك استعداد استضافة البطولة الأفريقية وما يتطلبه ذلك من توحيد الجهود في اتجاه واحد وهو البطولة الأفريقية. يعني هو بيان مش ظاهر برضه، مش ظاهر مش ظاهر. بص يا زميلي، انا عمال اقرا في البيان على اساس ان انا هلاقي في الاخر حاجه بتفيد. يعني بص فيما بص يعني كان قال لك كل فيما تأجيل ما بتوقع من مباراة الاسبوع الخامس ومباراة الاسبوع السادس ومش عارف ايه الى بعد نهايه البطوله الامم الافريقيه، على ان تستأنف المسابقه بعد انتهاء البطوله بنفس الترتيب الوارد بجدول فيما تقام مباراة الاهلي والزمالك المؤجله بتعليمات امنيه من الاسبوع الرابع في ختام الدور الاول. طيب هو طالما اشترط الحته دي وقال فيما تقام مباراة الاهلي والزمالك، يبقى هو كده حدد ان مباراة الاهلي والزمالك هتتلعب مع نهايه الدور الاول. طيب هقول لك على حاجه، خلينا نفرض حسن النيه تمام ونقول ان ده علاج مؤقت للازمه. هو علاج مؤقت، هو لو هيتلعب في نهايه الدور الاول خلاص ده علاج مؤقت في انتظار رد فعل النادي الاهلي مثلا. صحيح صحيح. بعد هذا البيان خلاص كده مفيش ماتشات في الدوري يا جماعه، اخر مباريات النهارده كده، اخر مباريات في الدوري النهارده، في ماتشين باين ولا ثلاثه، في ماتش دلوقتي او ماتش وادي دجله والمقصه، فلحد بعد بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه، بعد كده يتم استئناف مباريات الدوري طبقا للترتيب الموضوع للجدول من اوله. هم كاتبين هنا في الاخر في ما عدا مباراه الاهلي والزمالك اللي ممكن يكون ميعادها مع نهايه الدور الاول. فطبعا لو ده فعلا كده، لو هم يقصدوا كده يبقى كده الاهلي هيرفض. الاهلي يعني كل الازمه اللي حصلت الفتره اللي فاتت ديت من النادي الاهلي ان هو بيطالب بحقه، ان هو عاوز يلعب مباراه الزمالك، وقال لك انا مش هلعب اي مباراه في الدوري الا ابدا الاول بمباراه الزمالك، فالازمه ما زالت موجوده. يبقى انت كده حليت الازمه بشكل مؤقت، انت اديت نفسك وقت اكتر عشان تحل الازمه. يعني قدامك شهر شهر وشويه اللي تقدر تحل المشكله، بس المشكله لحد الان ما اتحلتش. يعني انت حليتها، اجلت المباراه، طبعا تاجيل مباراه الجونه طبعا ده حل مؤقت كويس، اللي انت فتره زي الاهلي ما كانش هيروح، وبالتالي لو الاهلي ما راحش كانت هتصير ازمه كبيره جدا. الاهلي كان هيرفض ان هو يعاقب باي خصم نقاط، وبالتالي كانت الازمه هتكبر. عشان كده الدكتور اشرف صبحي راح للكابتن محمود الخطيب بيته واجتمع مع المجلس على اساس ان هو يشوف اليه لحل الازمه، والاهلي تمسك في اجتماع امس ان هو مش هيلعب اي مباراه في الدوري الا مباراه الزمالك الاول، بعد كده ما عندوش مشكله يلعب مع اي مباراه. فبالتالي يعني ده مسكن، اللي انا شايفه كده مسكن لاتحاد الكوره
يعني بيحل المشكله بشكل مؤقت لحين بقى اشوف يعني شهر ولا شهر ونص يا استاذ امير يعني عشان ترجع الدوري يرجع من تاني محتاج هيخلص مثلا ممكن تبدا في الشهر نهايه الشهر هي الجاي. ممكن تفسر بان اتحاد الكره دلوقتي بيحاول يلاقي لنفسه حجه. ايوه ايوه هي كده هي كده هي هو دلوقتي عشان لو ما تلعبش ماتش الاهلي والزمالك هو دلوقتي بره. موقف اتحاد الكره ايه هو عنده ازمه كبيره جدا بيواجهها قدام الراي العام قدام الانديه كلها انا دلوقتي انا لو عايز يفضل في موضع قوي يعني هو دلوقتي عاوز يعني يظهر قدام الناس ان هو موقفه قوي هو ما اجلش عشان خاطر الاهلي عشان خاطر باقي الانديه تقول لك ليه الاهلي اتاجل له واحنا ما اتاجلناش ليه احنا عندنا ازمه ليه فهو عاوز يخرج بشكل كويس قدام الراي العام انه يقول لك انا خلاص انا اجلت وعشان خاطر بس في نفس الوقت برضه ماتش الاهلي والزمالك هيتلعب في الوقت اللي احنا هنشوفه اللي احنا عاوزينه برضه يعني انا اجلت لك الماتش واجلت ماتش الجونه ويعني نفذت تعليمات الدكتور اشرف صبحي ان هو تدخل في الموضوع عشان حل الازمه ولكن في الوقت نفسه انا اتحاد الكوره انا المسؤول الاول والاخير عن إدارة المسابقة فبالتالي برضو أنا اللي أختار الوقت المناسب بتعليمات من الجهات الأمنية فهو مسك العصاية من النص قالك أنا أجلت مباراة الجونة خلاص ما فيش مشكلة وهنأجل جميع مباريات الأسبوع الخامس والأسبوع السادس بالكامل تمام حرصا على المصلحة العامة ولكن في نفس الوقت أنا نهاية مباراة الأهلي مباراة كلها هتتلعب بالترتيب اللي احنا حاطينه موجود موضوع من الجدول من البداية فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك مع نهاية الدور الأول يعني في نفس الوقت يقولك أنا برضو أنا هحدد أنا المسؤول عن المسابقة وهعرف أحدد إزاي الميعاد المناسب اللي بالنسبه له ودي ازمه كبيره جدا اعتقد بس انت ميزه في الموضوع ده يا استاذ امير اللي انت لسه قدامك مساحه انت عندك مساحه من الوقت ان الاهلي يتفاوض الاتحاد الكره يتفاوض واعتقد واللي وفقا لمعلوماتي ان مجلس اداره النادي الاهلي لن يتنازل عن حقه ان هو مش هيلعب اي مباراه ما هي الازمه اصلا كانت اتعملت ليه كلها اتاجلت ماتش الجونه ليه اتاجل الماتش الجونه ليه الاهلي اصر على ان هو ما يلعبش ماتش الجونه ليه عشان يلعب ماتش الزمالك فالازمه هتفضل موجوده انت لو انت هتعمل نفس الترتيب ده وتسيب ماتش الاهلي والزمالك في اخر مباراه يبقى الازمه لسه موجوده ما انت ما حلتش حاجه انت ما حلتش حاجه بس ولكن الميزه في الموضوع دلوقتي يا استاذ امير اللي انت المباراه اللي كانت عامله لك ازمه دلوقتي الجونه اجلتها فعندك مساحه من الوقت طويله جدا ولكن النادي الاهلي وفقا لمعلوماتي وفقا للي انا كنت شايفه الساعات الاخيره النادي الاهلي لن يتنازل عن حقه طبعا. اللي شايفه في هذا الامر ده شيء معروف يعني من يوم ما البيان طلع فاتحاد الكوره عاوز يظهر قدام الانديه ان هو في الاول وفي الاخر انا خلاص انا نفذت تعليمات الوزير واحترمت تعليمات الوزير والوزير تواصل ويمكن هم لحد الساعات الاخيره دي يا استاذ امير ما كانش مش موافقين ان هم ياجلوا المباراه اتحاد الكوره وكان منتظر خطاب من الامن بتاجيل المباراه تمام منتظر خطاب من الامن عشان يظهر قدام الناس كلها انا ما اجلتش الا زي مباراه الزمالك قال لك انا اجلت مباراه انا ما اجلتش ده الامن اللي طلب مني فعاوز يظهر برده قدام الراي العام ان هو مصدر قوه وهو اللي بيحكم الكره المصريه بيحكم وبيدير المسابقه فبالتالي هو عاوز يظهر قدام الناس كلها يا استاذ امير ان هو اللي مصدر القوه وهو المسؤول عن اداره المسابقه فحتى الحته دي في الاخر عشان يقول لك انا برده انا اللي هحدد انا اللي هحدد ميعاد المباراه ومش هتتلعب بنفس طب ليه ما يقولش دي. مثلا ان هيبقى اول مباراه اهلي وزمالك في حاله الحصول على الموافقات الامنيه لا هو مش عاوز لا عشان يظهر هو عايز يظهر قوي دلوقتي يا استاذ امير ما فيش الامن ما طلبش انه يتاجل المباراه تمام فانت قدامك حلين عشان تأجل المباراة لا اما القرار يبقى نابع منك انت لا اما الامن اللي يقول لك تمام الامن ما قالكش فهو عاوز يظهر قدام الناس كلها وقدام الراي العام وقدام الانديه كلها ان هو برضو اللي هيحد الامن ما قاليش فانا دلوقتي خلاص انا بقيت في موقف محرج قدام الانديه كلها هاجل ازاي طب انا هاجل هقول لهم هاجل ازاي فهو قال لك خلاص انا طبقا مش عارف الروح الوطنيه والبطوله افريقيا والحاجات دي كلها والبان ده كله وفي الاخر قال ايه فيما تقام مباراه الاهلي والزمالك واجلب تعليمات امنيه من الاسبوع الرابع في ختام الدور الاول هو برده عاوز يظهر بمصدر مصدر القوه وهو المسؤول عن اداره المسابقه فبالتالي حط النقطه بالتالي الازمه ما زالت موجوده بس عندك ميزه او عن يعني 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 الحمد لله انت هل احنا محتاجين ان احنا عايزين وقت كتير عشان نحل ازمات؟ لا احنا بنشوف دلوقتي مثلا في اسبانيا موضوع ريال مدريد وبرشلونه وتاجيل الموضوع مباراة. سهل الموضوع خلص في يومين ثلاثه خلاص كل واحد قال رايه وكل واحد قال المواعيد المقترحه وفي الاخر استقر على الموضوع انتهى ما خدش يعني رغم ان ده ماتش كلاسيكو يعني من اكبر المباريات في العالم كلها وما خدش الازمه والتسليط الضوء عليه زي الازمه اللي عندنا دي ليه؟ احنا عندنا مشكله كبيره في اداره الازمات حتى كمان يا استاذ امير انا كنت اتمنى الدكتور اشرف صبحي ان الجلسه دي تتعمل من بعد الازمه كانت في تاخر جدا كل ما يكون في تاخر يعني لحد الان انا مكلم مثلا حكم مباراه ما سافرش لسه لحد الان موجود في الفندق طب ليه طب ما احنا كان الازمه موجوده عندنا بقى لها اربع خمس ايام حتى يبقى في مساحه يعني انت حتى تتكلم يبقى في مساحه ولكن
الازمه اللي احنا بنتاخر حتى في العلاج. احنا دلوقتي عندنا مشكله اداريه في اللي احنا ندير الازمات وعندنا مشكله في حلها. طب ليه الدكتور اشرف ما انت عارف ان الازمه دي كانت موجوده من فتره، كنا نتدخل من بدري نقدر نحل نقدر نجي. يبقى حتى الامور كانت تسمح. دلوقتي مجلس اداره الاهلي حتى ما اعلنوا اسماء الحكام اتحاد الكوره يعني حط طاقم التحكيم مباراه الاهلي والجونه ولكن في مشكله مع النادي الاهلي، هي دي المشكله، ولكن في مشكله مع النادي الاهلي يعني هم بصراحه بصراحه ودي كانت عنده وعند مع النادي الاهلي يعني انتوا كمان يعني في ازمه وكمان حددتوا الحكام وحطيتوا الحكام بتوع مباراه الاهلي والجونه واحنا عندنا ازمه والازمه ما كانتش موجوده. طيب بص بقى عشان انا ما بعرفش اتكلم غير بصراحه ما بعرفش الموضوع كده واضح ان احنا مقبلين على ازمه جديده. انا ده حقيقي ده حقيقي شكل كده هيبقى في ازمه جديده. بيان النادي الاهلي معروف، النادي الاهلي عايز ايه؟ عايز يلعب اول مباراه مع الزمالك، مش موضوع عند موضوع ترتيب. الاهلي متمسك بكده، اتحاد الكره خرج بطريقه غريبه، بيان غريب. انا بالنسبه لي بيان كويس لحد الجمله اللي هي قبل الاخيره، يعني لحد قال لك ايه، على ان تستأنف المسابقه بعد انتهاء البطوله بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقه. كلنا موافقين على كده، يعني المفروض ان معنى كده ان اول مباراه للنادي الاهلي مع نادي الزمالك بعد انتهاء بطوله الامم الافريقيه اللي هي بتاعه المنتخب الاولمبي، تمام. لكن جه قال لك ايه، فيما تقام مباراه الاهلي والزمالك بمجال تعليمات امنيه من الاسبوع الرابع في ختام الدور الاول. طب ما هو التعليمات الامنيه دي، هل الامن من دلوقتي قال لك ما تلعبش مباراه الاهلي والزمالك غير مع نهايه الدور الاول؟ يعني انت خلاص تواصلت مع الامن وقلت له انا عايز العب مباراه الاهلي والزمالك بعد افريقيا وهو قال لك لا من دلوقتي؟ معقول؟ يعني احنا مش عارفين الظروف اللي هتبقى اصلا ايه بعد شهر وانت بتاخد قرار امني من دلوقتي؟ انا مش بتكلم على الامن بقى، انا بتكلم هل تواصل الاتحاد المصري لكره القدم مع الجهات الامنيه بخصوص ان هيبقى في مباراه مباشره بعد بطوله الامم الافريقيه ولا لا؟ وبناء عليه لو هو تواصل، هل الامن فعلا بلغه ان المباراه تبقى اخر مباراه في الدور الاول؟ طب انت اصلا عملت قرعه غير موجهه ليه من البدايه؟ ما كنت تخلي بقى مباراه الاهلي والزمالك مع اخر كل دور، طب النيه عندك كده وما كنت عمال تتباهى بالجزئيه دي ليه؟ واضح ان الازمه مستمره، واضح ان لسه مفيش علاج، انت بس بتدي مسكن، المسكن بيتمثل في ايه؟ ان انا اجلت ماتش الاهلي والجونه خلاص، بس في نفس الوقت الازمه واضح ان هي قائمه. احنا موافقين موافقين، انا مش بتكلم بلسان النادي الاهلي طبعا، مجلس الاداره هو اللي يقدر يتكلم وهو اللي يقدر يرد، بس هو انا بحاول افسر بحاول احلل مع الاستاذ رامي رجب بخصوص هذا البيان الصادر من الاتحاد المصري لكره القدم. انت الواضح ان انت عايز تعند، الواضح ان انت عايز تختلق مشكله جديده، الواضح ان انت عايز تفرض رايك على النادي الاهلي. الموضوع برضو تاني وتالت وعاشر، الموضوع مش فرد قوه او مش كل واحد يشوف مين الاقوى، الموضوع ان انت لازم تحترم مسابقتك، تحترم الجدول بتاعك كاتحاد كوره انت اللي طلعته كلجنه مسابقات تمشي بيه، مش عند مع النادي الاهلي، احترم المسابقه. حاجه غريبه جدا يا استاذ رامي في الحقيقه. هو يعني انت خلاص انت اجلت فخلاص بقى، يعني هي المشكله كانت في الحته دي كنت هخلصها يا راجل. قول حتى ايه ماتش مباراه الاهلي والزمالك، او ما تقولش يعني ما تكتبش السطر ده ويبقى بالزبط. وبعدين انت الامن اصلا دلوقتي انت بتفاوض بالامن دلوقتي عشان تلعب مباراه الاهلي والزمالك، مش فاهم يعني مباراه بعد شهر ولا اكتر. الماتش الاهلي والزمالك اللي فات اتاجل قبلها بثلاث اربع ايام يعني ولا يعني الساعه 12 بالليل تاجيل مباراه الاهلي والزمالك من الامن، فالامن اصلا بيبقى حتى عشان ياخد بيصدر قرار قبل يعني وقتها قبلها بثلاث اربع ايام خمس ايام، هو شايف الظروف الامنيه. هو تأكيدا انما من دلوقتي هيقول له لا ما تلعبش الا بنهايه البيان ده. انا بصراحه انا شايف كده، البيان ده تاكيدا. انا اتمنى ان احنا نكون فاهمين غلط، يا رب نكون احنا فاهمين غلط يعني، بس الكلام واضح يعني. يعني هو حتى حدد يعني هو المشكله ان هو حدد فيما تقام يعني فاهمني مع ختام مباراه الاهلي والزمالك في ختام الدور الاول، ده حدد يعني. فهو انا هو حاول يخرج بشكل كويس يا استاذ امير. هو اتحاد الكره بياكد الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه احنا على مدار اليومين اللي فاتوا، كنا بنتكلم في اتحاد الكره بيختلق ازمات يا استاذ رامي. هي دي ازمه واضح ان هو مستمر في ده. ازمه انا حاجه غريبه بالنسبه لي ان في ناس او اتحاد مش عايز يحافظ على المسابقه بتاعته، لا انا عارف او مش عايز يحترم الجدول ما بين اعضاء اللجنه القانونيه والدكتور اشرف صبحي اللي انا وفقا للمعلومات اللجنه الخماسيه. في اعضاء من اللجنه المؤقته في داخلين مع ازمه مع الدكتور اشرف صبحي كمان. في ازمات معاه. ليه بقى؟ في ازمات بقى يعني ازمات الواحد مش عاوز يعني انا ولكن في ازمات داخليه ما بينهم مع بعض اعضاء اللجنه المؤقته وكانوا رافضين تماما تاجيل المباراه، وكانوا لحد الوقت الساعات المتاخره الامس رافضين لحد النهارده رافضين. وانا مكلم حد من الاعضاء قال لك احنا مباراه الاهلي وجونا في ميعادها حتى الان. تمام. ده الساعه كام؟ لحد الساعه 5 كده كانوا او 4 كمان مكلم حد. والدكتور وكمان عندي معلومه كمان ان كان المفروض النهارده الدكتور اشرف صبحي الاستاذ عمرو الجنايني هيحضر يعني هيصل القاهره النهارده الساعه 11:30 بالليل، كان في جلسه هتجمعه مع الدكتور اشرف صبحي الساعه 1 بالليل، ولكن انت عارف يمكن ربما الامور تغيرت، انت عارف الماتش بكره وفي طاقم
تحكيم مش عارف هيروح ولا مش هيروح. في نادي الجونه المفروض بتبلغه من قبلها طبعا عشان تقول له المباراه اتلغت او ما اتلغتش، مش هينفع تيجي تقول له في نفس اليوم المباراه. فطبعا اصدروا هذا البيان على اساس ان هم يظهروا بشكل مظهر كويس، ان الدكتور اشرف صبحي قال لهم لا يا جماعه ناجل المباراه حرصا على المصلحه العامه، فوافقوا. فبس ولكن في نفس الوقت العند عند من اتحاد الكوره او عند قدام النادي الاهلي تمام، عشان يظهر بمظهر قدام الراي العام ان هو صاحب قوه وان هو المسؤول الاول والاخير عن اداره المسابقه، ومفيش نادي يقدر يفرض سيطرته. مفيش مشكله، ما انت فعلا انت صاحب القرار الاول والاخير. بس ولكن بقول لك يا استاذ روح، هي الازمه موجوده ماشي، بس هو موضوع ملوش علاقه بان حد عايز يفرض رايه. ما هو موضوع ان في ناس عايزه تحترم المسابقه وناس مش عايزه تحترم. يا استاذ امير هو خدها بالطريقه دي، وعشان كده قال لك انا في الاول خلاص اجلت مباراه الاهلي والجونه وحليت المشكله بحل مؤقت، ولكن انا في الاول وفي الاخر مباراه الاهلي والزمالك هتتلعب مع نهايه الدور الاول. همشي اللي في دماغي اللي هو عكس قراري من اول المسابقه، همشي ترتيب كل الماتشات كل ترتيب الماتشات زي ما هي ما عدا مباراه الاهلي والزمالك هلعبها مع نهايه الدور الاول. طيب يا جماعه عشان نوضح بس الامور، نوضح الامور، لو احنا فاهمين القصه كده ان هم بيقولوا ان الاهلي هيلعب بشكل طبيعي بس هتبقى مباراه الاهلي والزمالك بعد امم افريقيا مش مباشره، هتبقى مع نهايه الدور الاول. لو احنا فاهمين كده صح في اللحظه دي في انتظار اي توضيح، فاذا احنا في استمرار لهذه الازمه، مفيش اي حل حصل للازمه دي. انت بس كاتحاد كوره بتدي نفسك فرصه، بتدي نفسك مزيد من الوقت عشان تقدر تعالج، عشان تقدر تحل. بس الواضح ان انت برضو ما عندكش النية للحل، بدليل اخر جملة دي انت بتستنجد بالجهات الامنية من دلوقتي، فده هيخلينا نسأل تساؤلات كتيرة جدا. ده هيأكد لينا الافكار والاعتقادات والتأكيدات اللي كانت واصلة لنا ان اتحاد الكرة هو اللي رغب في تأجيل مباراة الاهلي والزمالك مباراة القمة. توليس ايه في الموضوع ده؟ قول لي هل كان فعلا اتحاد الكرة عايز يأجل المباراة؟ المباراة اللي هي المفروض كانت يوم السبت اللي فات، مباراة الاهلي والزمالك. لا القرار جاي من الامن يعني، بس ممكن يكون حد تواصل، يعني هو في المعلومه ان في وصلت معلومات ان في حد تواصل مع الامن ان هو ياجل المباراه، ولكن اتحاد الكوره برضو بعيد عن اي حاجه يا استاذ امين. انا بتكلم على حد من اتحاد الكوره مش لا 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 لا, لا, لا اتحاد الكوره خلي بالك في الاول وفي الاخر، في الاول وفي الاخر هو المفروض ان هو بينظم المسابقه وفي انتظام للمسابقه. عشان تاجل مباراه او مباراتين في الدوري يا استاذ امين بتعمل لك ازمه كبيره جدا، ان انت عشان تجي يعني تشوف حل او تشوف مكان مناسب ان انت تحط فيه هذه المباراه. ولكن اتحاد الكوره فعلا اتحاد الكوره القرار كان قرار امن في تاجيل المباراه، يعني برضه الحق يقال. خليني اقول لك اتحاد الكوره مالوش ذنب في حته تاجيل مباراه الاهلي والزمالك، يعني بس ده حقيقة. طبقا للمعلومات وانا متاكد من المعلومات دي بنسبه كبيره، يعني ان الكوره حاول تاجيل هذه المباراه بسبب ان في شحن جماهيري وفي كلام من ده. لا اتحاد الكوره لا. طيب يعني وفقا لمعلوماتي بقى انا كمصدر، انا اللي بيزود تاكيدي الجزء الاخير اللي هو بيقول لك ان كده كده الجهات الامنيه رافضه ان احنا نلعب مباراه الاهلي والزمالك على طول بعد بطوله. لا هي هو حط الحته دي يا استاذ امير زي ما اقول لك، الموضوع ان هو المسؤول ان ما فيش نادي هيقدر يجبره ان هو يعمل حاجه غصب عنه. ماشي هنشوف يا رب. انما ان اتحاد الكوره مالوش ذنب، مالوش يد. طيب. دي حقيقه، انا يعني انا بحكم اللي انا مصدر اتحاد الكوره مالوش ذنب في تاجيل مباراه الاهلي والزمالك. قرار امني. عشان وقت حلقتنا خلص، احنا في انتظار توضيح او حد يفهمنا بالظبط، رغم ان البيان واضح واحنا اتكلمنا فيه، ولو الكلام فعلا بهذا الاتجاه يبقى ما اعتقدش ان الازمه خلصت، ما اعتقدش ان الازمه خلصت، لكن نتمنى في الاخر حل نهائي للازمه دي، حتى لو انت اديت حل مؤقت بس خليك سريع في الحل النهائي، لان انت تاخرت في التدخل اصلا سواء كاتحاد كوره او وزير شباب الرياضه، فنتمنى الامور تسير بالشكل الجيد، ونقول يا مسهل يكون دي بدايه لاصلاح الامور في الكره المصريه. بخلاف السطر الاخير في البيان انا مصمم في الموضوع. السطر الاخير هو ده اللي عامل ازمه. السطر الاخير ده لو السطر الاخير ده مش موجود خلاص يبقى الدنيا تمام. وما خلاص الاهلي اعتقد ان كان خلاص الموضوع اتقفل بالنسبه له، وخلاص عرف ان ماتش اول ماتش هيلعبه ماتش الزمالك، ولكن الازمه قائمه. ولكن اتمنى طبعا يمكن الظروف الفتره اللي فاتت دي احنا اتمنى ان الدنيا تهدى شويه، يعني كل نادي ياخد حقه، الاهلي على مشكله ياخد عنده مشكله يحلها عنده الانديه، فاتمنى ان شاء الله الفتره احنا عايزين كل الناس تاخد حقها، بس بس هو الاهلي مش طالب الا حقه يعني، بس ان كل جميع ده وخلي الحق ماشي على الاهلي بيتمثل في مصلحه الكره المصريه. صحيح صحيح، فحق مشروع النادي الاهلي. يا استاذ رامي انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا نتكلم اكتر. طبعا نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا زميلي، وان شاء الله نتناول الموضوع ده في حلقات اخرى باذن الله، ونشوف الدنيا هتستقر على ايه، لان خلاص ما عندناش مباريات خلال الفتره الجايه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ رامي رجب الناقد الرياضي بالدستور، واتكلمنا في الازمه الحاليه في الكره المصريه من خلال الفقره الحواريه الثانيه في حلقه كلام في الميديا. دي كانت حلقتنا النهارده، بكره هنشوف ايه الجديد ونتكلم فيه مع حضراتكم. الى اللقاء.